أيها الإخوة الكرام، قد يتساءل الغارق في الذنب، أيتوب الله علي؟ أيقبل توبتي؟ أتغفر كل خطاياي؟ الجواب مما رواه الإمام مسلم في قصة إسلام عمرو بن العاص. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر الله لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام لكل تائب. وروى الإمام مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، ولو تخبرنا ألنا كفارة؟ فنزل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم يقول الله عز وجل: ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والآية الثانية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أن الذي يتردد في التوبة، أن الذي لا يجرؤ على أن يتوب، أن الذي يحجم عن أن يتوب، عنده خمس مشكلات. إحدى هذه المشكلات إحساسه أن ذنبه أكبر من رحمة الله. والإحساس الثاني نقص في إيمانه بقدرة الله على مغفرة جميع الذنوب، وعنده ضعف في عمل من أعمال القلوب وهو الرجاء، وعنده عدم تقدير لمفعول التوبة في محو الذنوب. هذه الأشياء الأربعة أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب عنها القرآن. فالنقطة الأولى الإحساس بأن الذنوب أكبر من أن تغفر، يكفي قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ألست شيئا من هذه الأشياء؟ أليست ذنوبك شيء من هذه الأشياء؟ رحمتي وسعت كل شيء. وأما توهم العبد أن الإيمان بقدرة الله على مغفرة جميع الذنوب مهزوز عنده، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي، ما لم يشرك بي شيئا. وأما النقطة الثالثة، أي أن ضعف رجائه بالله هو الذي حجزه عن التوبة، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وأما شعور المذنب أن التوبة لا تلغي ذنوبه، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أربع أحاديث: الأول آية قرآنية، رحمتي وسعت كل شيء، الثاني من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي، ما لم يشرك بي شيئا، والثالث: يا ابن آدم،
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرت لك ولا أبالي. وأما الرابع التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما الذي يقول ذنوبي لا تعد ولا تحصى، بماذا نجيبه؟ عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب ولعله عابد، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد معهم. عالم أمره أن يدع بيئته التي يعصي الله فيها. البيئة أخطر شيء على المؤمن. إن عاش في بيئة أهل الشرك وفي بيئة أهل الكفر وفي بيئة العصاة وفي بيئة الفجار وفي بيئة المتفلتين وفي بيئة المستخفين سيسحبونه. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا العالم أمره أن يتحول عن الأرض التي عصى الله فيها إلى أرض يعبد الله فيها. وهذا مفهوم الهجرة في الإسلام، أن تتحول من بلد لا تستطيع أن تقيم شعائر الله فيها إلى بلد بإمكانك أن تقيم شعائر الله فيها. أيها الإخوة، فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث الصحيح يملأ نفس المذنب ثقة بأن الله يغفر له. العبرة أن تكون واثقا من أن الله ينتظر توبتك، بل إن الله يريد أن يتوب عليك، بل إن الله يحبك إذا تبت، إنه يحب التائبين. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين فعلوا السيئات إذا تابوا إلى الله توبة نصوحة يبدل الله سيئاتهم حسنات، كما قال الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من معاني هذه الآية تبديل الصفات السيئة بصفات حسنة. كان بخيلا فصار كريما، كان متفلتا فصار منضبطا، كان وقحا فصار حييا، كان جبانا فصار شجاعا، كان جاحدا فصار منصفا. من معاني هذه الآية أن الله يبدل سيئاتهم حسنات. وقد ورد عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي طويل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ هرم قد سقط حاجباه عن عينيه وهو يدعم على عصا، حتى قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، أي لا صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، وأنه لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم، أي أهلكتهم، فهل له من توبة؟
فقال عليه الصلاة والسلام: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. أيها الإخوة، التوبة في حقيقتها عمل بالقلب وعمل بالجوارح. فأما عمل القلب هو الندم والعزم على عدم العودة، وأما عمل الجوارح تكون بفعل الحسنات وترك السيئات. وهناك ما يسمى بصلاة التوبة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. هذا في صحيح الترغيب والترهيب، يؤكده قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الإخوة، ورد روايات أخرى لهذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين لا يسهو فيهما ولا يحدث فيهما نفسه، يحسن فيهن الذكر والخشوع، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولنسمي هاتين الركعتين صلاة الاستغفار. رحمة الله واسعة، الله عز وجل ينتظرنا أن نتوب إليه ويفرح بنا إذا تبنا إليه. ولله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر حينما أحس بخطئه في مناقشته رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية ماذا قال؟ قال: فعملت لذلك أعمالا صالحة لتكفير الذنب. معنى ذلك إذا شعرت أنك أذنبت وأنك تبت من هذا الذنب، إن أردت أن تلقى إلى الله فلا بد من عمل صالح يرمم هذه الفجوة التي أحدثتها ذنوبك. فلذلك: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.